Telefon. فعلى بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة ألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، جولة بقرسيف أصدقاء القناة وساعة مول الفطور. شوفوا الأجواء القرسيفية والشارع القرسيفي مباشرة من قلب قرسيف، والليلة 26 أو ليلة 27 متابعي قناة الشوف تي في. فافتحي لكم من هذا المنبر، منبر القناة، والله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء كما شفنا قبيلات في الحصيلة اليومية متابعي القناة، حصيلة الوباء ديال كوفيد 19 متابعي القناة شوف تي في، صفر حالة إصابة متابعي القناة بقرسيف أصدقاء القناة. فالله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. جولة بقرسيف وأجواء قرسيفية أصدقاء قناة شوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة، وتحية لجميع متابعي قناة شوف تي في. نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع، والله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. فتحية للجميع، جميع أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. دقائق نكونوا في قلب قرسيف او قلب شوارع قرسيف ونشوفوا الاجواء اصدقاء القناة مباشرة من بعد الفطور او مباشرة ساعة من الفطور. فنتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية، ونتمنوا اصدقاء قناة شوف تي في أن يترفع عن البلاء وهذا الوباء. قرسيف كباقي المدن المغربية حتى هي عرفت إصابات في كوفيد 19 أيام الحجر الصحي، وقرسيف كباقي المدن المتبقية قناة شوف تي في عرفت عدد الوفيات، ارتفاع نسبة الإصابات، انخفاض نسبة الإصابات. أما الآن متبقي القناة فقرسيف عدة أيام أو على بعد أقولها عدة أيام كتعرف انخفاض نسبة الإصابات متبقي القناة، انخفاض نسبة الإصابات من الكوفيد 19. فالله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية أصدقاء قناة شوف تي في، وتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة تحية سلامتي، وتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، قناة شوف تي في. نتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع. أنا زعما الله يسهل لك، كنشوفو تشتتنا التفكير. ادريس سلام، قرسيف راه زوين، احسن ستاج دوزتو تماك، مرحبا بك سي ادريس رضا بقرسيف. رشدي مساء الخير، مساء النور اخي رشدي. ابو زياد تحيه شوف تي في، تحيه لك ايضا يا اخي العزيز. فمرحبا بكم متابعي قناه شوف تي في، والجوله مباشره من قرسيف اصدقاء القناه. فنتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع، وما عسانا أن نقول. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنوا الخير والسلامة والعافية أصدقاء القناة. كنتواجدوا بشوارع قرسيف أصدقاء شوف تي في، أقولها لا طير يا طير ولا قرسيف يا سير بقرسيف. حواجز أمنية بعد قليل غادي نلقاو التحاق رجال الأمن والسلطة بهذه الحواجز لمنع المرور والتنقل متبعي القناة. فنتمنوا الخير من عند الله ونتمنوا السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. الله يرفعنا، الله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، قناة شوف تي في مراسل ديال عبد الله كيتواجد هذا اليوم بقرسيف لتغطية أجواء قرسيف وما يدور بقرسيف متابعي قناة شوف خلال شهر رمضان وتزامن متابعي قناة شوف تي في مع فترة
ما نقولوش حجر صحي، ولكن حالة طوارئ تشديد حالة الطوارئ متبقة على شفتي، هو يمنع منع الكلية التنقل بعد الساعة الثامنة مساء. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وافتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. جولة بقرسيف أصدقاء القناة وشوارع قرسيف، ونشوفوا الأجواء كيف راها في قرسيف متابعي قناة شوف تي في. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية لجميع أصدقاء القناة، فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. وما عسانا أن نقول الله يرفع لنا هذا الوباء أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. جولة بقرسيف ونشوفوا الأجواء الرمضانية بهذه المدينة متبع القناة، كنشوفوا التزام ديال الساكنة ما نقولش منع التنقل، لأن التزام الساكنة كاين واحد العلاقة ديال احترام ما بين الساكنة ورجال الأمن والسلطة هنايا بقرسيف متبع القناة، وكاين انضباط أصدقاء قناة شوف تي في. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. ودائما كنتواجدوا بقرسيف والجولة بالشوارع ديالها، ونشوفوا الأجواء مباشرة بعد الإفطار أو ساعة مول الفطور متبع القناة. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في، وتواجد قناة شوف تي في بقرسيف لنقل وقائع الأوضاع بقرسيف أصدقاء القناة. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء أصدقاء قناة، ونتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع. كاين التزام ديال الساكنة متبع قناة شوف تي في، كاين التزام ديال الساكنة، وأقولها اللون الأخضر هو لون سيارات الأجرة بقرسيف نسبة إلى زيت الزيتون أصدقاء قناة شوف تي في. محبي القناة متواجدون حتى في قرسيف أصدقاء يهتفون بشوف تي في، شوف تي في. فشكرا لك شوف تي في، أحسن قناة بالمملكة المغربية من كتبقى تشوف أطفال صغار كيهتفوا باسم شوف تي في. فما عسانا أن نقول إلا كيزيدنا حماس للعمل، وحماس لاحترام المسؤولية المنوطة إلينا كمراسلين. فمرحبا بقناة شوف تي في بقرسيف، والتغطيات المواكبة متبع قناة شوف تي في. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع، والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية أصدقاء قناة شوف تي في. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، وتحية لجميع متبعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. تقبلوا تحية طاقم القناة. متابعي قناة نشكركم على التواصل ديالكم معنا، وغادي نلتقاو بعد قليل في بث مباشر آخر وجولات أخرى أصدقاء القناة. فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية، وتقبلوا تحيات طاقم القناة.